السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، دائما معكم إن شاء الله، وأكيد سنبقى معكم ولن نتخلى عنكم. شكرا لكم، لقد أصبحتم 1,700,000 مشترك في قناة الدكتور محمد فايد، فايد شانل. شكرا لكم ليس على الاشتراك، شكرا لكم على الثقة، الثقة التي ستطوق عنقي لكي أبقى خديمكم وسنخدمكم، ولن أترككم سجناء الاستهلاكية، ولن أترككم سجناء التضليل والتشويش، ولن أترككم سجناء وضحايا الدعايات والإشارات الكاذبة المفرطة. إن شاء الله سنكون معكم وسنبقى معكم، ولن نتوقف عن هذا الأمر، وليس هناك قوة تقدر على منعنا من هذا الأمر. هذه قناة على اليوتيوب إن شاء الله، وسنستعمل كذلك هذه التكنولوجيا لنخدم البشرية جمعاء في كل أنحاء العالم بثلاث لغات، بالعربية والأنجليزية والفرنسية، وإن شاء الله لكي تصل المعلومة إلى أكبر عدد ممكن. لا تنتظروا أن يأتي الخير من الإعلام، ولن تأتيكم المعلومة من الإعلام، ولن يأتيكم ما ينفعكم من الإعلام، فاحذروا جيدا وانتبهوا، وستأتيكم المعلومة من المصدر إن شاء الله، من مصدرها الحقيقي، ليست مكذوبة ولا مسروقة، وبدون عن وعناوين جذابة وكاذبة، يعني تسترزق من هذه الكذب، من الكذب ومن السرقة. إن شاء الله سنبقى على فايد شانل، هذه القناة التي إن شاء الله ستصل إلى 5 مليون، ليس مليون. فايد شانل هي القناة الوحيدة الحقيقية، فايد شانل هي التي عليها المعلومة إن شاء الله. فاحذروا هذه القنوات التي تضع صور دكتور محمد فايد، قبل أن تدخلوا فاقرأوا اسم القناة في الأسفل، اقرأوا دائما، اقرأوا انتبهوا لاسم القناة، ففايد شانل تجد دائما اسم القناة مكتوب تحت، لأنهم يضعون لكم عناوين جذابة وعناوين كاذبة ولا علاقة لها بالموضوع، وهي أوديوهات قديمة سجلت في 2009، يعني 2009، 11 سنة الآن لدي هذه الأوديوهات، هي أوديوهات وليست فيديوهات. المعلومة الجديدة كلها محفوظة لدى اليوتيوب، ونحن أغلقنا كثير من القنوات الذين يعني سبحان الله أي فيديو ننشره ينقض عليه. فشكرا لكم مرة أخرى على ثقتكم وعلى صدقكم، فلا يضللكم أحد ولا يشككم أحد، وهذا التبات هو القوة، قوة المستهلك كذلك. نحن نأتيكم بالمعلومة، لكن قوتكم أنتم ودعمكم أنتم هو الذي يجعل هذه المعلومة ثابتة. فإذا لم يكن هناك صدق وثقة، فهذه المعلومة ستضيع، وتضيع الحقيقة ويبقى الباطل. فلا تصفقوا للباطل، وانصروا الحق كيفما كان ولو كان مرا. سنبقى معكم إن شاء الله رغم الضجيج، سنبقى معكم رغم الحرب، سنبقى معكم رغم الحقد، سنبقى معكم رغم الجهل، سنبقى معكم رغم كل هذه الأشياء إن شاء الله تعالى. ولا نقول إلا ما قال ربنا في محكم كتابه، يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. كفى، فهذا قول ربنا سبحانه وتعالى، ولا يهمنا أي شيء، فنحن نعمل وهم لا يعملون، ومن يعمل فسلاحه العمل، والذي لا عمل له فعمله أن يخرب عمل الآخرين. تحية طيبة لكم مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.